وإلى ملف كورونا الآن، والبداية من بريطانيا التي سجلت اليوم أكثر من 194 ألف إصابة بفيروس كورونا. ورغم هذه الإصابات المرتفعة والمستمرة منذ فترة، أكد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تخفيف قيود السفر إلى إنجلترا وفقا للشروط الجديدة المخففة، ويمكن للمسافرين إلى إنجلترا إجراء اختبارات منزلية سريعة خلال يومين من الوصول، فيما لم يعد العزل مطلوبا إذا كانت نتائج الفحص المنزلي سلبية. We're experiencing the fastest growth in COVID cases we've ever known, with over 218,000 cases reported yesterday, although that included some delayed reporting. And potentially of greatest concern, case rates are now rising rapidly among the older and more vulnerable, including doubling every week among those over 60, with the obvious risk that this will continue to increase the pressures on our NHS. من العربية من لندن معنا مراسل العربية مصطفى زارو. مصطفى أهلا بك معنا، ما التفسير بتخفيف قيود السفر إلى إنجلترا رغم الأعداد المرتفعة بأوميكرون؟ مصطفى، بحسب يعني العلماء أن تخفيف هذه القيود هي ستساعد صناعة السياحة أولا، وأيضا أنها لن تغير من الوضع الوبائي في المملكة المتحدة. شهدنا في الأسبوعين الماضيين أعداد يعني هائلة من الإصابات، يعني اليوم كما ذكرت أكثر من 194 ألف إصابة، في الحقيقة هو أقل مما جاء أمس، يعني ما يقارب من 218 ألف إصابة. لكن بالمجمل كانت ضغوطات على الحكومة، لأن العديد من الناس غيروا من وجهتهم السياحية، يعني بقوا في البلاد، أو حتى إن كانت هناك رحلات داخلية تم إلغاؤها بسبب كورونا. وأيضا الإرشادات الحكومية في وقت سابق بتقليل التواصل مع الآخرين، وبالطبع هذه أخبار سارة لقطاع السياحة ومن يريد أن يتوجه إلى بلد ما للاستمتاع بعطلة قريبا، ولكن الوضع الوبائي لا يزال مقلق للغاية. هذا ما يطرح تساؤل، يعني من سيسافر في هذه الظروف والأرقام بهذا الشكل، يعني قرابة 200 ألف حالة يوميا، من سيسافر؟ هناك العديد من يعني من غير المقيمين مثلا يريدون يعني المجيء الى المملكه المتحده لاغراض سواء تتعلق بالعمل او حتى بالدراسه، سيكون بوسعهم الان يعني المجيء من دون التزامهم بهذه الاختبارات البي سي ار المكلفه اصلا. يعني كان يفترض ان كل شخص يعني قادم الى البلد ان يجري 3 اختبارات، يعني اختبار قبل الوصول واختبار ثاني يعني اختبار ثاني لما يصلون، يعني اختباران يعني سيكلف كثير للذين يريدون الان صار الاعتماد مصطفى على الاختبارات المنزلية. يعني الى اي حد يعني نتائج هذه الاختبارات المنزلية كذلك دقيقة؟ يمكن القول هي دقيقة بنسبة 99.7% بحسب العلماء، وخاصة بسبب الانتشار الهائل، يعني ربما ستكون هناك حالة واحدة بين كل 10,000 غير دقيقة، ولكن يمكن تكرار هذه الاختبارات والتأكد من أنها يعني صحيحة 100%. بالطبع هذا التحول إلى الاختبارات السريعة، لأن هناك طلب كبير على الاختبارات بشكل عام، وخاصة البي سي آر والأعداد المحدودة المتوفرة من مراكز لهذه الفحوصات. وبالطبع هناك ما يقارب من 10% من العاملين في القطاعات الحيوية غائبين عن العمل بسبب كورونا. شكرا جزيلا لك مصطفى زارو مراسل العربية مباشرة من لندن. وإلى فرنسا التي حذرت حكومتها من استمرار ارتفاع إصابات كورونا خلال الأسابيع المقبلة، مضيفة أن الوضع في المستشفيات قد يتدهور خلال أسابيع. Depuis quelques semaines, avec l'arrivée du variant Omicron, l'épidémie a changé de nature et de dimension. En deux semaines, le taux d'incidence a triplé. Il dépasse désormais les 1800 cas pour 100 000 habitants. Dans toutes les régions de France, le taux d'incidence se situe au-dessus des 1000 et il atteint des niveaux stratosphériques dans certaines régions, je pense notamment à l'Île-de-France ou la Corse.
Si la vague Delta reste encore forte, Omicron est désormais largement majoritaire dans notre pays et près de 8 cas sur 10 en relève, mais il y a des disparités. ولا نزال في فرنسا حيث أثار حديث الرئيس ماكرون جدلا كبيرا. الرئيس الفرنسي أدلى بتصريحة صحفية لجريدة لو باريزيان الحوار تحدث فيه ماكرون عن ارتفاع الإصابات بكورونا في فرنسا وعن اللقاحات، وهذا هو موضوع الأزمة التي أثارها ماكرون. ماكرون علق على من لم يتلقى اللقاح في فرنسا، مشيرا إلى أن استراتيجيته لن تكون وضعهم في السجون ولا إجبارهم على تلقي اللقاح، بل ستكون إزعاجهم حتى النهاية وتعقيد حياتهم. الشريحة التي تحدث عنها ماكرون وترفض تلقي أي جرعة من اللقاحات تبلغ نحو 5 ملايين شخص في فرنسا. هذه الاستراتيجية التي تحدث عنها ماكرون تقضي بأنه اعتبارا من 15 يناير لن يتمكن غير الملقحين من الذهاب إلى المطاعم، المقاهي والأماكن السياحية. من باريس معنا حسين قنيبر مراسل العربية. حسين أهلا بك معنا، أنت في مقر البرلمان الفرنسي ويعني جدل كذلك مع المعارضة بعد تعطيلها تمرير موضوع الشهادة الصحية، إلى أين وصلت المشاورات والمداولات كذلك؟ نعم بالفعل صهيب، نحن هنا في مقر الجمعية الوطنية أي مجلس النواب، كان يفترض أن يعلن التصويت على الشهادة الصحية يوم الاثنين الماضي، لكن هذا التصويت تأجل إلى اليوم بعد تأجيله مرتين، المرة الأولى ليل الاثنين الثلاثاء والمرة الثانية ليل الثلاثاء الأربعاء، وقد يمتد إلى ما بعد منتصف ليل الأربعاء الخميس. قبل قليل علقت الجلسة النيابية تستأنف بعد أقل من ساعة من الآن. طبعا الخلاف يتمحور حول إلزامية شهادة التلقيح، يعني من حسين لا يتلقى اللقاحات كاملة لن يكون بإمكانه صهيب الدخول إلى المطاعم والمقاهي والمتاحف والمسارح ودور السينما والصالات الرياضية ووسائل النقل العام حسين والمعارض والأسواق. هل تصريح ماكرون للو باريزيان كان السبب وراء تعطيل المشروع؟ نعم، كان السبب في تأجيله في الليلة الثانية وليس في الليلة الأولى. في الليلة الأولى قال نواب المعارضة أنهم لا يستطيعون مواصلة العمل إلى ما بعد منتصف الليل، ولكن في الليلة الثانية أي ليلة الثلاثاء الأربعاء احتج نواب المعارضة على تصريح ماكرون الذي أشرت إليه صهيب، والذي قال فيه أن الذين لن يتلقحوا سأنغص عليهم حياتهم أو سأعقدها حتى النهاية. دعني أشير إلى أن استطلاعا للرأي أعلنت نتائجه قبل قليل جاء فيه أن 53% من الفرنسيين اعتبروا أن جملة الرئيس ماكرون بحق غير الملقحين جملة صادمة، وما كان عليه أن يستخدم هذه الجملة، علما أن 57% من الفرنسيين يؤيدون استراتيجيته الصحية القاضية بتحويل جواز المرور الصحي إلى جواز تلقيح أو شهادة تلقيح إلى الدخول من أجل الدخول إلى بعض الأماكن التي ذكرناها. وأيضا إشارة أخيرة إلى أن الحصيلة اليومية لعدد الإصابات أشارت نقلا عن وزارة الصحة قبل قليل إلى أن 232 ألف شخص أصيبوا خلال 24 ساعة، أكثر بقليل من 232 ألف شخص صهيب. شكرا جزيلا لك على هذا التحديث. إذن حسين قنيبر، بل 300 لو سمحت لي صهيب أن أصحح، لو سمحت لي العدد، لو سمحت لي أن أصحح، هو 332 ألفا وليس 232 ألفا. شكرا على الدقة حسين. 332 ألفا أصيبوا خلال يوم واحد. خلال يوم واحد، عدد كبير جدا. إذن شكرا جزيلا لك من الجمعية الوطنية الفرنسية حسين قنيبر مباشرة من باريس. Chacun son choix, chacun sa liberté. Moi j'ai décidé de le faire pour moi, pour ma personne, pour mon entourage, etc. Les personnes plus âgées que je côtoie. Mais chacun son choix. Hein. On est libre et c'est le but. Moi je suis contre les gens qui sont anti-vax. Mais en tant que président de la République, on ne traite pas une partie des Français comme ça. On est président de tous les Français. Qu'ils s'attaquent, enfin, qu'ils s'en prennent au président de parti, au chef de parti, d'accord. Je suis vacciné, non pas de gaieté de cœur, mais parce que c'est a priori la seule protection qu'on ait à l'heure actuelle, je veux dire, qui soit disponible. Un président de la République n'a pas effectivement à déclarer ce genre de choses, quoi. Et surtout avec ce type de vocabulaire, quoi.